وفي كل شيء. يقول الأديب والحكيم أيضا العالمي الشهير تولستوي صاحب الحرب والسلام المشهور أديب روسيا في عصره، وكان رجل من أهل الحكمة، وكان بينه وبين الشيخ الإمام محمد عبد مراسلات وصداقة واشجة، وكان يسمي الشيخ الحكيم. تولستوي يقول ليست الحرية أن تفعل ما تريد، لكن أن تريد ما تفعل. ما الفرق؟ أن تفعل ما تريد أنت فوضوي، أن تفعل ما تريد فوضوي. البهيمة السائمة الاجتماعية أيضا أيها الإخوة والسائمة الطبيعية تفعل ما تريد، كلما عنا لها شيء ارتكبت احتقبت فعلت، بهيمة لا تميز. إذا ليست الحرية أيها الإخوة أن تفعل ما تريد، فأنت فوضوي إذا، لكن أن تريد ما تفعل، يعني تبرر كل ما تفعله، كل شيء تفعله، كل شيء تتخذه يكون لديك برهان وتبرير، يكون لديك برهان وتبرير، حينئذ أنت إنسان حر، أنت إنسان حر. وهكذا أراد الإسلام لأتباعه من أول يوم. إذن أيها الإخوة، هذه الحقوق، حقوق الحرية أو الحريات بكل صنوفها وتلاوينها، لم تأتي ثمرة لتواصل حلقات سلسلة أبدا، إنما جاءت قطعا مع سلسلة جاهلية أقصت هذا الإنسان وألغته ومسخته وكبلت وقزمته واختزلت وابتسرت قواه وإمكاناته وقدره. وأيضا لم تأتي هذه الحقوق أيها الإخوة بكل تلاوينها وصنوفها، لم تأتي ثمرة نضال الشعوب ونضال المفكرين الأحرار أبدا، لم تشهد جزيرة العرب أصلا نضالا في هذا الباب، لم يناضل أحد، ولم نعرف ثورة للعبيد، لا عبيد الفكر ولا عبيد البدن، الكل كان في حالة استخذاء. وجاء الإسلام لأول يومه، بل لأول آياته، ليقول كلا، الإنسان حر وعليه أن يبرر وضعه، وعليه أن يبرر وضعه، أن يكون في الوضع السليم، ولا يكون سليما إلا إذا كان مبررا لأول يوم. حتى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الشخص المؤيد بوحي الله الأعلى والذي يتنزل على قلبه الكريم كلمات الله أيها الإخوة، الرسول كان يكثر من قوله أشيروا علي أيها الناس، وهو في الحق وفي الواقع ليس بحاجة ولا هو معوز إلى آراء الناس وشراهم، وإنما لكي يحترم آراءهم وعقولهم، ولكي يمرنهم ويدربهم على أن يتميز كل منهم أيها الإخوة بموقف وبرأي وباجتهاد. بلقيس القرآن ضربها كمثال على الحاكم، وهي حاكم، على الحاكم الصالح الرشيد الذي قاد قومه بأخرة إلى النجاة والسلامة. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمر ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. صغار الناس أيها الإخوة يرون أن استشارة أصحاب العقول وذوي الألباب تحط من قدرهم، لا يظن هذا إلا الصغير. الكبار وكل الدراسات أيها الإخوة التي استوعبت تراجم حياة القادة، قادة الأمم والشعوب وقادة الفكر، كما يقول ديفيد شفارتز في كتابه تعظيم التفكير، يقول كل هذه الدراسات وأنا يقول قمت بها شخصيا أثبتت لي أن الكبار دائما في الفكر في السياسة في العسكرية، الكبار يخضون وقتا طويلا لا في إلقاء الأوامر والمواعظ، بل في الأخذ بآراء والاستماع إلى شورى إيش الناس، يستمعون طويلا. لذلك هو قاعدة شفارتز يقول الكبار يحتكرون الصمت، يحصون الإصغاء إلى الآخرين، كل الآخرين، إلى آراء الآخرين، والصغار يحتكرون الكلام. الشخص الصغير لا يعطيك فرصة أن تتكلم أصلا بمحضره لأنه صغير، يظن أنه يمتلك الحقيقة المطلقة، هو مستودع الحكمة العلوية أيها الإخوة. ولذلك عليكم جميعا أن تستمعوا إلي، إذا ضاع منكم وإذا فاتكم سماع شيء فقد فاتتكم الحكمة رأسا وأصلا. للأسف هؤلاء الصغار أشيروا علي أيها الناس دائما كان يقول عليه الصلاة وأفضل السلام، ويستمع إلى آراء الشباب الصغار. من أيها الإخوة، من كل البشر ومن بين المسلمين خاصة يمكن أن يقف هذا الموقف، أن يمتحن وأن يبتلى في عرضه في أهله في سمعة أهل بيته، ثم يستشير أسامة بن زيد ابن كم سنة كان هذا؟ 12 سنة تقريبا، 12 سنة يستشير الإمام علي عليه السلام، شاب صغير أيضا دون 20،
ويستشير كبار القوم أيضا، أسامة وعلي وكبار القوم في قضية من أكثر القضايا خصوصية وحرجة. نعم، لأنه لا يخلو عقل من حكمة كما يقول هي الحكماء، لا يخلو عقل من حكمة، كل عقل فيه حكمة ورأي. فاستمع، اجمع هذه الآراء واشتورها، أي خذ خلاصتها، فستقع بلا شك على محض الحق بعد ذلك، أو تقترب على الأقل من الحق بمراحل. يقولون أيها الإخوة، العقل الذي يتغذى على نفسه سرعان ما يصاب بسوء التغذية. العقل الذي لا يستفيد من الآخرين ولا يستمع إلى ما عند الآخرين سرعان ما يصاب بسوء التغذية.